لو الحكاية فيها إن فيتو كتير العربيات ماشية مع شايلة الأعلام وماشية. بيتعاملوا إزاي مع الناس هناك؟ بيتعاملوا إزاي بالدب؟ أنت ما شفتش على التلفزيون؟ أنت اللي هناك اللي في الواقع يعني. أنا اللي في هناك في الواقع. أنا كويس إن أنا جبت رقبتي وجيت. أنا ما كانش عندي اعتقاد 1% إن أنا هرجع مصر تاني.